أظهر المئات من أبناء الجالية المصرية المقيمة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية احتفالهم بموافقة مجلس النواب على التعديلات الدستورية التي كانت مقترحة. ردد أبناء الجاليات هتافات مؤيدة لمصر وبعض الشعارات التي أظهرت تأييدا للرئيس السيسي وبعض اللافتات كذلك التي كتب عليها نعم للتعديلات الدستورية. كان مجلس النواب قد أعلن موافقة أغلبية أعضاء مجلسه على التعديلات التي كانت مقترحة في جلسة استمرت لنحو 10 ساعات متواصلة، حيث جرى التصويت على كل مادة مقترحة من التعديلات الدستورية على حدة.